بتعب قلبك وبحبك على طول بحبك وتروح كتير وتغيب كتير وبترجع عدراج بعيبك يا قلبي لا تتعب قلبك. وأنا درست الموسيقى، عملت دبلومة في غناء الشرقي من كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة في بيت لحم، بعدين درست إعلام بكالوريوس إعلام في جامعة القدس أبوليس، وبلشت أمارس الموسيقى كمهنة من سن كثير صغير. اشتركت في أكثر من مسابقة محلية، توفقت في بعضها وبعضها لا، بس أكيد كل مسابقة محلية اشتركت فيها ضافت لي خبرة، ضافت لي معرفة أكثر في المجال اللي أنا بحبه. كنت عضو غنائي في أكثر من فرقة على مستوى محلي، يعني على مستوى الوطن، أهمها طبعا أنا عضو في الفرقة القومية، وهي فرقة تعنى بالموسيقى الفورية والموسيقى التراثية بشكل أخص، وعم بحاول إني أثبت نفسي في مجال الغناء، لأنه فعلا هو المجال اللي أنا بطمح إني أحط بصمة فيه. يعني عيوني هيا طيري وتقولي فنجان فنجاني بالقهوة من تلي، وعيوني هيا طيري وتقولي فنجان فنجاني بالقهوة من تلي، يا عيونك سود وحلوة يا عيونك سود وحلوة يا عيونك يا عيونك يا عيونك. مؤخرا حاولت أنا وأصدقاء موسيقيين لإلي نكون فرقة، ومن خلالها كمان بلشنا نكتشف أنفسنا في موضوع التلحين حتى وكتابة الموسيقى، مش بس الموسيقى كأداء كصوت وكعزف، كمان يعني خلق موسيقى وخلق أنواع جديدة حتى من الموسيقى والألحان. تجربة ما استمرتش كتير وبقدرش أحكي إنها حتى يعني بدت، بس الحمد لله إنه كانت مخرجاتها عبارة عن عمل فني إن شاء الله يعني رح ينزل قريبا، كان من ألحاني ومساعدة أيضا يعني أحد أعضاء الفرقة. درست من الدبلومة اللي دبلومة الغناء الشرقي، ما كانش عندي أي توجه للتدريس أو إني أخذ الأمور إني أكون أنا مدرسة وأكاديمية وبعطي دروس في الموضوع اللي أنا درسته، وكان عندي تخوف من الموضوع، كنت دائما أحكي إنه لا أنا مش منيحة كفاية هالقد لدرجة أدرس يعني أو أخرج أجيال بتغني أو بتمارس الموسيقى، بس تشجعت وبلشت تجربتي الدراسية. بدرس تذوق موسيقي للأطفال، هو نوع من التدريس الموسيقي للأطفال تخيل مش موجود كتير في البلد. أنا كتير بحب أعطي هاي الحصة بالذات أو هذا النوع من التعليم للأطفال بالذات، لأنه بشوف حالي في سن هدول الأطفال، إن أنا انولدت في قرية ما كانش في هالكد معاهد، هالكد يعني احتفاء واهتمام بالموسيقى كمادة، وحتى مش بس لإلي لكتير ناس حوالي موهوبين وأصواتهم حلوة، ويمكن كمان موهوبين في مجال العزف وغيره من الأنواع الموسيقية الموسيقى بشكل عام. بس أنا لما بعطي التذوق الموسيقي بحس إنه عم يعني كبيرة، بس إنه كأني بأسس جيل بيعنى بالموسيقى بس يكبر، بيكون عنده اهتمام موسيقي بس يكبر. أنا متأكدة إنه اللي بأسس فيه في الأطفال هذول بخليهم يتذوقوا موسيقى جميلة، والموسيقى هي يعني بحبش أنا الكليشيهات، بس مش غذاء، مش فكرة غذاء الروح قد ما هي فعلا هي اللي بتكون ذوق المجتمع. من الأغنية وراك، يعني هي بتكون خلفية وراك، بالسيارة وراك وبالمطعم وراك وبالكافيهات وبالشوارع وبالأعراس، فهي بتكون لا وعي بدون ما إحنا نحس. مقطع صغير من الأغنية اللي رح تنزل إن شاء الله قريبا، اسمها لو تعرفي الحاني وكلمة طارق أصلا. لو تعرفي كيف البلد تعبان قاعد على جنب الطريق دموع شتا وبردان، مستني ايدك تمسحو مستني عينك تمنحو شوية دفى وحنان.